تحياتي لكم متابعيني متابعي قناة أكوان، معكم أخوكم صديقكم وحبيبكم موفق رجيلي. السنة هي سنة 2022، سنة مهمة وهي بدها تحدد سنين كتير. ليش؟ لأنه صديقنا الجدي جاي بقوة وجاي معه بده ياخذ لخلص. وانت يا جوزاء، انت وجدي في بيناتكم كثير قصص. رح نبلش ونفهم شو الاسرار اللي لازم نعرفها لهالسنه مشان نكون اشخاص كثير مميزين. هلا انت مميز يا صديقي جوزاء، ولكن بدك تسمع نصائحي. نعرف اول شغله، اول شغله نحن في عنا السنه تبعك رح تنزل وين؟ بين الشهر ل 12، اخر شهر 12 لعند شو؟ لشهر واحد. عندك برج الجدي واقع عندك، بدك تحذر كتير، بحذرك ثم بحذرك من اول السنه هي. اول السنه هي إذا قدرت تحذر من برج الجدي، السنة تبعك حتكون كتير كويسة. إذا ما قدرت تحذر منها تمام فكتير. فعندك أهم شغلة دخول السنة، قبل ما تدخل السنة هي يعني من 2012-2021 تقريبا زيادة شوية، هي انتبه من الجدي، إذا تقرب عليه سارق الحظوظ. وهي في دائما صراع ما بين الجوزاء والجدي. الجوزاء قمة الذكاء والنشاط، والجدي قمة الحظ. واللي بيجتمعوا الاثنين بيشتغل وبيفكر الجوزاء وبيقبض وبيستلم حظه هو الجدي. فهي السنة تبعك إذا ما حذرت حذر عالي جدا من الهيئة من الجدي رح تموت أفكارك وإبداعاتك. فدائما اي حدا بيطلع بجدي حاول قدر استطاعه اي قدر استطاعتك ما تخلي يعرف اي قرار من قراراتك. حافظ على مالك، حافظ على جمالك، على قوتك، ولا تخلي شو يعمل يسرق منك الافكار. عنده مقدرة على سرقة الافكار، جذب الافكار، جذب القوة من اي شخص بيقدر يمص جدي. فما بالك السنه سنته، فاحذار كثير. عندك الشهر اللي بعده يلي بيجي 21/1/2019/2، عندك كمان لحظك طالع لك الدلو، والدلو كمان السنه كثير بهلو بالدلو، فهو خلق الدلو ما حرق الدلو. فانتبه انك احتمال يصير في فراق بينك وبين الدلو، فخليك شو على حذر من هدول البرجين الجدي والدلو. هلا اذا هدول الاثنين خلصت منهم تمام، تفتح عليك 2022 ل 2023 بيفتح عليك ابواب الحظ، وبتفتح عليك هون شغله. الطاقه الاولى هي الافكار الجديده. هي طاقة الأفكار الجديدة شو بتعمل؟ تعمل لك وضوح، يعني بتبلش عندك في أفكار بتطلع لك، أنت صاحب أفكار بس في أفكار كتير بتطلع لك غير عادية. شو بيعمل لك وضوح في الرؤية؟ بتعرف بقى مين المنيح ومين السيء، وبتعرف مين هن الأشخاص 100% اللي مو منح لك وهي منيحة كتير جايتك. هذا حيدف شكله شو؟ يدف شكل علاقات جديدة بين 21/3 ل 2024. هاي الصداقات شو بتعمل؟ ممكن يكون نتيجتها انه ذكائك من كتر ما بتثق بحالك تكون ذكائك في عند الذكاء المتهور. وإنت بيكون ثقاء المتهور
وإذا بتكون بتفوت بناس جديدة. يعني مثال، ممكن أنت تتعرف على ناس جديدة ونجي يقولوا لك نحن أشخاص منيح، وهي أحد أضعافك. إذا واحد حكى عن حاله إنه منيح كتير 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 قوم بتسبه، أو إذا حدا قريب منك هو بيقول أنا زلمة منيح وكذا، وقال لك أنا مثلا كنت بزماني كذا بحياتي وبعدين إجيت ومن السلبات وكذب عليك، إيه هاد بخليك شو ما تعرف تاخذ قرار المناسب، وخاصة إذا واحد شو أنت تحس حالك أو إذا جاك بضعف. تمام، فاحذر الشحادين واحذر الأشخاص اللي بينقوا، واحذر الأشخاص اللي بيستغلوا عاطفتك مشان يبتزوك. فهون في عندك الشهر بين الشهر الثاني في أصدقاء، خذ الأصدقاء المناح وابتعد عن الأصدقاء اللي شو بيعملوا، يلي بيفرق بين الأصدقاء وبين الأشخاص اللي هن بدهم يعملوا أصدقاء معك مشان يستغلوك. هون في عندك بعد ما بتصير هذا عندك حالة الذكاء العالي، بيجي عندك طاقة ثالثة دعم لك هو الذكاء المتجدد، بتلقط بسرعة، انت جوزاء ذكي، صعيب ممكن تتهور بس بعدين شو بصير؟ ترد تضرب فرام وبتجدد، فهو هذا اسمه الذكاء المتجدد عندك. هذا شو بيعمل لك؟ انصهار ذاتي، بيعمل لك حزن انه انا هدول الناس ساعدتهم وطلعوا سيئين، بدك شوية وقت لترجع شو تعمل؟ يصير في عندك استشفاء ذاتي من الجرح اللي اكلته من الناس، وهذا بيوصلك لمرحلة شو؟ انك انصهار ذاتي، ووصلك لمرحلة اسمها مرحلة التأمل. اذا بتصل لمرحلة التأمل بدك عطلة وراحة. هاي العطلة والراحة امتى وقتها؟ قبل ما توصل للعطلة والراحة راح يكون في عندك نقول اذا بصير هون ذكاء المتجدد، هو راح يكون يتجدد ذكائك بين 21/4 و 21/5. ليش؟ انه راح تلاقي هون في صراع مشان مالك، مشان فلوسك، حتى في اشخاص انت واثق فيهم، وهدول الاشخاص شو عملوا؟ ما كنت بتخيل ان شو انه المحا عينهم بفلوسك، ممكن يكون هن معهم فلوس اكثر منك بس هن عينهم بفلوسك وعينهم بالفلوس وهن هي. هذا اللي حيعمل لك حزن كبير واللي حيعمل لك شفاء ذاتي. هذا انت بقى بدي رح تتغير ب 22/5 ل 26/6، تجيك الطاقة الرابعة وهي طاقة التأمل. طاقة التأمل بتوصلك لمرحلة انك تخليك تعيد شو؟ تعيد كل شيء افكارك. بكون وقت الراحة البطلة عندك بين 22/5 ل 21/6 رح تكون شو؟ وصلت اللي بدك اياه. لو وصلت اللي بدك اياه انت رح تبلش بقى تنطلق، رح تكون افكارك كاملة. انطلاق رح يكون بين رح تفتح معك امور مال كتير حلوة ورزقها كتير حلوة، رح تيجي بين 22/6 و 23/7. هون 22/6 ل 23/7 عندك شغل كتير مهم. عندك مين؟ عندك حدا من الأبراج المائية، وعلى الأغلب هو السرطان هيكون سبب مال لك. هذا كتير حلو. هلأ هون شو بيعمل؟ هاد المال اللي بيجيك هون شو رح يعمل؟ رح يعمل لك دروس بالحياة. رح تتحرك عندك الطاقة الخامسة اسمها ذكاء التعليم، رح تكسب فلوس وتقوى عندك طاقة التعليم، يصير انت بقى بدك تتعلم شغلات مو طبيعية. مين بده يعلمك؟ يجي حدا من برج الأسد بيعلمك. وده بيكتر المال بإيدك وبيجيك الرزق، أو بتتحول بتبلش تنطلق تفكر تغير حالك بين 24/5 و 24/7 ل 23
معناه حيكون برج الاسد حدا من برج الاسد بايديك عم بدلك ايده، وهذا دائما بيجيك وبيساعدك برج الاسد يا جوزاء. هون القوه تبعك، فبتجيك انت شو التعليم، ولكن في عندك هون رح يصير في عندك انت بهالفتره هي عندك شغله بنخاف منها. شو هي؟ هلا بعد ما بتبلش تتعلم رح يدخلوا على خطك بين 24/8 ل 23/9 رح يدخل عليك حدا من اهلك. بده بيدخل حدا من اهلك بصير في عندك قرار، انت عاطفي قدام اهلك يا جوزاء، رح تاخذ القرار الخطا. وهذا رح شو يعمل؟ رح يوصل لنقاش النهايه، يعني نهايه مستحيل، نقاش ما في معه شو؟ ما معه حل. قد ما حكينا ما بقى حيمشي، قد ما حكيت مع اهلك ما في، في عندك مشكله رح تصير هون مع اهلك، مع حدا من اهلك، هذا رح يفرض حاله عليك. بنصحك ترجع تستشير برج الاسد بيساعدك، لانه نازل لك هون بالمعلم برج الاسد. عندك هون بعد منا رح تصير عندك 24/9 ل 23 شو 10. هون في عندك التوازن، التوازن ما بين ابنائك واهلك وعائلتك. هاد بنفس الوقت انت بيعمل لك شو اسمه، عمل لك ذكاء مشوش، فبدك مين شو تعمل؟ تستعين فيه للقوة، وبيخليك تعيد نظرك بطريقة شغلك. يعني انت مثلا عم تشتغل لشغلك ومخطط لشغلك لخطة معينة، رح تلاقي حالك انه مو هي الخطة اللازمة، لازم اعادة الخطة، تمام؟ ورح تلاقي بعد منها في عندك هون اسمه ذكاء خانك. ليه ذكاء خانك؟ انت معتبر حالك كتير ذكي، هلا انت ذكي كتير، ولكن اذا كنت بحاله تشوش ممكن تعبل فخ. مشان الشغله لازم شو تعمل؟ تستشير، مو تعتمد فقط على ذكائك، تستشير. هون في عندك جايتك شغله اسمها الضياع، هي بتنخاف عليك فيها بين 24/10 ل 22/11. وهذا الضياع بسبب كيف؟ بسبب قرارات قديمة انت اخذتها، ولح بين شهر 10/11 بنخاف انك تدفع ثمنها. النتيجة شو بدك تساوي هون؟ بدك انت تمارس تأمل الحب وطاقة الحب، وبدك تاخذ وهذا بصير دائما انت ولا بتنضغط عليك الدنيا، عليك بطاقة الحب، وطاقة الحب بتقوى عندك بين 23/11 و 21/12، انه هي السر تبعك. كيف بدك تعمل طاقة الحب؟ بدك انت تغمض عيونك وترسم الحب لنفسك، بدك تحب حالك، انت تحب الاخرين، تحب كذا، بدك ترجع تحب ذاتك، بدك تحب جسمك، تحب حالك. ولا بتحب حالك بصير عندك شفاء ذاتي. هلا في هون شوي انت معقد امورك والله يا جوزاء، المشكله تبعك تفكيرك فلسفي، فحتى الطريقه اللي بدي اشرح فيها البرج تبعك فيها فلسفه مو طبيعيه. يعني اذا واحد ما له جوزاء عم يسمع كلامي رح يفكرني عم احكي كنا من الشرق وكنا من الغرب. الجوزاء اللي هو الوحيد اللي عنده مقدره يفهم الفلسفات، هو صاحب فلسفه اصلا بحياته. هي شغله بدي اقول لك اياها، بعض النصائح مهمة لك لتوقعاتك. مختصر الكلام انه السنة تبعك هي بدها تحرك عندك نوع من الذكاء الغير عادي، تمام؟ هذا الذكاء الغير معادي رح يعمل لك علاقات جديدة وناس جديدة. انت خرج تفوت مع الناس، انت قوي، ما لك سهل، انت شخص بتقدر تفوت وكذا، بس شو بدك تعمل؟ بدك تحذر من الأشخاص اللي يستغلوك، الأشخاص اللي ينفخوك ويستغلوك. هذا مختصر السنة تبعك إذا بدنا نحكيها. إذا طبقت القواعد هاي أنت رح تنجح. هلا في شغلة تانية هنبلش لك إياها على حسب الورق التارو شو يقول لك. غمض عيونك واسترخي.
استرخي أكثر، اسمع كلامي يا صديقي. أنت مغمض عيونك، تذكر مين هو الشخص اللي ما بيحبك بالحياة. اطلب بأفكارك الشخص اللي ما بيحبك. بيترقى لخيالك مين هو. طلعت الصورة تبعه، بتفوتوا على حلبة، رح تلاقي انت وياه بحلبة موجودين مثل حلبة المصارعة. اضربوا، كسروا، لا ترحموا مما كان يكون. حطم عدوك اللي شو اللي بده يأذيك، حطمه حتى تقدر تتغلب عليه. جواتك في طاقة عالية نورانية سموها الذكاء المتجدد، وهي ميزتك، تعملات نهاية للوضع الصعب. هي بتبلش تحس بدماغك في مثل شعاع بنفسجي، وفي اشخاص بيجيهم لون ازرق بيشوفوه سماوي، على حسب كل واحد شو ذكاء. هذا بينمي لك كثير قوتك الداخليه وبخليك تحس دماغك لمعت فيه كتلة ذكاء. مقابلها رح تلاقي جدك قوة رهيبة. خصمك اللي بالحلبة رح تضربه تنهي. هاد كل ما بانت بتلاقي خصم لك بتفوت التأمل، فبتنهي بحالة التأمل. متى ما نهيته بحالة التأمل ومتى ما ذكائك المتجدد خليته يتجدد، ما عاد حدا يقدر عليك. تنتهي من اي وضع صعب. كل ما تفوت بوضع صعب اطلب الذكاء المتجدد حتى تلاقي دماغك لمع فيه يا اللون البنفسجي يا اللون الازرق السماوي. في اشخاص بيجي على خضار، هدول بيكونوا طيبين كتير. افضل لونين هنين البنفسجي او الازرق السماوي. هلا بعد ما تغلبت على خصمك بتبلش فتح عيونك وركز. لحمل لك رسالات واعطيك اشارات وبتفهم منها شو مقصدي. الاشاره الاولى، انت شخص عم تصنع نفسك، عم تحدد مستقبلك، هيك بيقول لك ورق الداروت. قد ما كان عمرك انت ما بتكبر، بتضل صغير بالعمر وكبير بالخبرة، وهي السنة رح تعطيك قوة ودافع لقدام اكثر. الورقة الثانية بتقول لك كؤوس الى اول ما لاخر. كؤوس يعني هي بتيجي مثل نجاحات بالحياة، رح تلاقي نجاحات كتير السنة هي. وشو تعمل النجاحات هي؟ رح تكون من نصيبك. بدك تنتبه بين احد النجاحات في حية من تحت عم تحوش. فش بدك تعمل؟ بدك تعرف الحية شو هي وتخلص منها. بشكل عام كتير نجاحاتك حلوة. هلأ في شغلة هون رح نعطيكم ورقة كتير حلوة، رح يجيك حرامي ناقر أكاذيب لا تصدقوا بحياتك.
مشكلتك ممكن تعطي إذنك لحرامي ناقل الأكاذيب. لا تصدقه، لا تصدق ناقلين الأكاذيب، لا تصدق شغلة حتى تتأكد بالضبط شو هي. كونوا بخير صديقي الجوزاء، ونشوفكم السنة الجاية حباتي أصدقائي الجوزائيين.